بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النهاردة ناخد محاضرة الـ Evaluation of Hemostasis. نعمل ستريس على الـ Laboratory Evaluation of Hemostasis. عموما عشان أعمل Evaluation لأي سيستم في البادي، أعمل أي Evaluation لأي symptoms أو signs في العيان، الايفالويشن مش مجرد لابوراتوري ايفالويشن فقط. دايما واحنا بنتعامل مع العيان بتعامل معاه كبني ادم، كشخص، مش كانبوبه. يعني دايما متعود نتعامل مع العيان كشخص. الشخص ده ليه هيستوري، اتعمل له كلينيكال اكزامينيشن، اتعمل له راديولوجيكال اكزامينيشن، وبعد كده نتعمل له لابوراتوري انفستيجيشن، وكل ده يتربط مع بعضه ونطلع منه فايندنج للعيان. لكن ما اقدرش اعمل ايفالويشن الهيموستاتيك سيستم من الحاجات المتداخله جدا في بعضها، والتشخيص الحالات فيه مش سهل قوي. فلازم علشان اعمل ايفالويشن كامل ابدا من اول اي بي سي ايفالويشن ل اي بيشنت، اللي هو ايه؟ اللي هو الهيستوري، الكلينيكال اكزامينيشن، اللابوراتوري انفستيجيشن. نبدا نتكلم كده عن الهيستوري تيكينج في حاله الايفالويشن اوف هيموستاسيس. اي هيستوري بالظبط بهتم بيه بالنسبه للعيان؟ كل ما يخص العيان لازم اسال عليه، سواء بيرسونال هيستوري، باست هيستوري، دايت هيستوري، ميديكال هيستوري. لو في ميل بسأل على منسترال هيستوري. لو في فاميلي هيستوري لحالات مشابهة بسأل عليه. لو العيان جايب شكوى بليدنج، باخد البليدنج ده وعمل له أناليسز كامل علشان أفهم طبيعة البليدنج. يعني بس بيرسونال هيستوري يعني إيه؟ يعني بسأل مثلا على الإيج والسكس بتاع العيان. الإيج ليه؟ لأن في حاجات هتكون مرتبطة بالسن. يعني لو أنا بتكلم على young ages، على نيونيت، على طفل صغير، بفكر دايما في congenital cause. في حاجة هنشوفها بعد كده، حاجة اسمها senile purpura هتحصل في العيانين اللي هم الـ elderly. طب بالنسبة للسكس أسأل عليه ليه؟ لأن عندي بعض الـ factors أو الكوجيليشن فاكتورز أو كومبوننت من الهيموستاتيك سيستم كارد على الإكس كروموزوم، فأكون الإنهيرتنس بتاعته إكس لينكد. فأشوف السكس بتاع العيان، هل الأنبوبة اللي في إيديا دي بتاعت ميل ولا فيميل؟ ده هيفرق معايا. طبعا ده هيوجهني كتير إني ممكن أبعد بتفكيري عن منطقة خالص وأتوجه بتفكيري لمنطقة أخرى. طيب الباست هيستوري بتاع العيان يهمني. هل العيان ده هيباتيك؟ هل العيان رينال؟ هل العيان بيشتكي من اي مالجنسي؟ كل الدوت هيأثر على الهيموستاسيس. هيأثر على الهيموستاسيس طبعا. ناخد الكلام ده بالتفصيل ونشوف الهيموستاتيك ديستربنس في الليفر ديزيز، في الرينال ديزيز، المالجنسي هيعمل ايه في الهيموستاسيس. فلازم وانا بايفالويت العيان ما يكونش العيان هيباتيك وانا بفضل ادور بقى على كونجنتال فاكتور ديفيشنسي ولا بليتلت فانكشن ما اعرفش ايه والكلام ده، وهو العيان اصلا هيباتيك ديزيز ولا رينال ديزيز اون دايلسيس والكلام ده. طيب دايت هيستوري يهمني. دايت هيستوري يهمني عشان الفيتامين ديفيشنسي، زي ما هنشوف بعض الفيتامينز اسينشال جدا 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 بالنسبه للهيموستاسيس. هيهمني البيبي ده بيرضع ما بيرضعش، بيرضع امتى بدا يرضع، اتأخر في الرضاعة وماشي على فلويد. كل ده هيهمني جدا في الايفالويشن اوف هيموستاسيس. طيب كميديكال هيستوري او كدراج هيستوري يهمني اسأل على بعض الدراجز. دراجز كتيرة بتأفكت الهيموستاسيس، سواء بتأفكت البليتلت فانكشن او بتأفكت الفاكتور الكواجيليشن فاكتورز او بتأفكت البليتلت كاونت.
عموما فلازم برضو وانا حاطه وانا بعمل ايفالويشن للعيان احط في دماغي الدراج هيستوري بتاع العيان، هل كان بياخد انتي بايوتيك في الفتره الاخيره، بياخد انتي كواجلانت، انتي بليتلتس، اي دراج بقى بيأثر على البليتلت او الكواجليشن فاكتور، ابقى حاطه كيب ان مايند ان العيان ماشي على الدراج ده، ممكن يكون الدراج ده هو السبب. ما ادخلش مع العيان في متاهات ملهاش لازمه، مع اني لو وقفت الانتي بايوتيك ممكن 7 ايام ل 10 ايام ممكن العيان يرجع طبيعي جدا. ما عملش ايفالويشن للعيان اكسترنسك او انترنسك باث واي والعيان ماشي على انتي كواجلانتس بتافكت الاكسترنسك او الانترنسك باث واي، واقول اصل العيان عنده افكت، طب يمكن عنده فاكتور ديفيشنسي، العيان ماشي على انتي كواجلانت انتي فاكتور يعني. فكل ده لازم احطه في دماغي وانا بقيم العيان. طبعا لو في ميل بسال على المنسترال هيستوري، الفريكوانسي اوف منستريشن، ديوريشن، سيفيرتي اوف بليدنج، كل ده بيهمني. بسال على فاميلي هيستوري، هل الموضوع ده متكرر في الفاميلي، اخوه، ابن خالته، ابن عمته، في حد كان عنده سيميلر برزنتيشن، كل ده هيفيدني في اني يوجهني ناحيه الكونجينتال ديزيز. لو الشكوى بتاعت العيان بليدنج وانا عايز اعمل دايجنوزز للكوز اوف بليدنج، لازم بعمل اناليسيس دقيق جدا للبليدنج، الفريكوانسي اوف بليدنج، هو العيان ده البليدنج ده بيحصل كل قد ايه، هل البليدنج ده بروفوكت ولا ان بروفوكت، يعني ايه، يعني هل بيحصل على اثر تروما ولا العيان ما بيتحركش خالص من مكانه بيحصل برضو البليدنج، ايه التريتمنت اللي العيان خده وهل استجاب ليه ولا لا، التايب اوف بليدنج ده واخد شكل ايه، البليدنج ده واخد شكل ايه، والسايت اوف بليدنج حصل فين البليدنج بالظبط. يعني ايه التايب اوف بليدنج، يعني البليدنج ده خد شكل ايه مع العيان، هل حصل في شكل بيتيكي ولا بيربريك راش ولا ايكوموزيس. البيتيكي عاده بتبقى او بنقول على البليدنج ده بيتيكي لو هو اقل من 1 مليمتر، بنقول عليه بيربريك راش لو بيتراوح من 1 مليمتر ل 1 سنتيمتر، ونقول عليه ايكوموزيس لو هو اكتر من 1 سنتيمتر. كمان بيهمني اعرف البليدنج ده حصل فين، هل حصل البليدنج ده سوبرفيشال بليدنج تحت الجلد او في ولا في الديب تيشوز، حصل هيمو ارثروزيس، حصل بعض تجمع دموي في المفاصل واثرت على حركه المفاصل، هل حصل حاجه زي ابستكسس، حاجه بقى ميكوكوتينس بليدنج زي ابستكسس او جاسترونتستينال بليدنج، كل ده بيوجه تفكيري ناحيه الاقرب في التشخيص. بعد ما خدت هيستوري كويس جدا من العيان، بيهمني طبعا ان انا اعمل برضو فول كلينيكال اكزامينيشن للعيان، سواء اني بدور على السايت اوف بليدنج، بدور عليه جنرالايزد ولا لوكالايزد، شوف شكل البليدنج، حجمه، الاكستنت بتاعه ايه، شوف اي سايت اخر اوف بليدنج في الاورفانكس، في الريكتوم، في الكونجنكتايفا، هل حصل بليدنج في الجوينت ادى الى جوينت ابنورمالتي، ليميتيشن للموفمنت اوف الجوينت. يهمني كمان اعمل اشوف في العيان اثر بليدنج نتيجه للسترين، وده غالبا بيبقى نتيجه فاسكولار ديس اوردرز، ان العيان يحصل له بيربرا او بيتيكي نتيجة كافينج او سنيزينج او فالزالفا، كل ده غالبا بيبقى سببه فاسكولار ديفكت. احب اعمل برضو ايفالويشن كومبليت بقى ايفالويشن العيان، قد يكون الهيموستاتيك ديفكت اللي عنده نتيجة لسيستيميك ديس اوردر، فاحب اشوف العيان في لينفادينوباسي، في اورجانوميجالي، اشوف العيان، اعمل اسسمنت للليفر في العيان، هل العيان عنده اعراض ممكن تكون يكون سببها الكاشنج ديزيز وزياده الكورتيكوستيرويد، كل ده بيظهر بالكلينيكال اكزامينيشن العيان اللي بعد كده هيكمله اللاب انفستيجيشن.
بعد ما خدت الهيستوري وعملت الكلينيكال اكزامينيشن للعيان، ببدأ بعد كده بقى اوردر اللابوراتوري تيست واعمل اناليسيس للابوراتوري تيست وانتربريتيشن للريزلت. طيب بالنسبه للانتي كواجلانس اللي هستخدمها في الكواجليشن تيست، كلنا متفقين طبعا ان احنا الكواجليشن تيست تيوب دي الانبوبه اللبني اللي هي فيها صوديوم سيتريت. طيب نتكلم شويه عن التراي صوديوم سيتريت من ناحيه ايه، من ناحيه ان الكلام ده مهم جدا بالنسبه للامتحان سواء التحريري او الشفوي او العملي، من ناحيه ان النقط دي مهمه جدا في الشغل بتاعنا وبتاثر تاثير جوهري على نتائج التحاليل. فتعالوا نشوف التراي صوديوم سيتريت اللي انا بستخدمه تركيزه قد ايه. تركيزه 32 جرام في اللتر، يعني المفروض اني ادوب 32 جرام في اللتر ميه علشان اوصل للتراي صوديوم سيتريت اللي هستخدمه في الكواجليشن تيست. طيب نسبته قد ايه، احط قد ايه في الانبوبه؟ احط في الانبوبه اللي يوافق 1:9 واحد ستريت الى 9 بارت بلوت. يعني لو هحط 2 ملي في الانبوبه، او الانبوبه بتاعتي السعه بتاعتها 2 ملي او العلامه بتاعتها بعد 2 ملي، فال2 ملي دول هيكون منهم 200 مايكرون ستريت و 1800 مايكرون هول بلوت، يبقى كده 2 الى 18 يعني 1:9. طب لو الانبوبه بتاعتي الساعه بتاعتها 3 ملي، يبقى هحط 300 مايكرون من الستريت على 2700 مايكرون من الهول بلود، فيبقى كده 3 الى 27 يعني 1:9. المهم ان تبقى النسبه بتاعتي 1:9، 1 انتي كواجلانت او 1 ستريت الى 9 بارت من البلود. اي حاله هيموستاتيك ديفكت، سواء بقى كانت الحاله جايه ببليدنج او جايه بثرومبوزس، اي خلل في الهيموستاتيك سيستم وعايزه اعمل لها انفستيجيشن وتتشخص، دايما بنمشي في الهيموستاتيك لاب او في الكواجليشن لاب اكوردنج لستيبس، خطوه خطوه بنمشي عليها، واكوردنج لنتائج الخطوه الاولى ببدا اشفت اشوف حامل ايه من الخطوه الثانيه. فتعالوا نشوف الفيرست لاين. فيرست لاين حاولنا نعمل مجموعه انفستيجيشن تفحص لي المسارات الهيموستيزيس. فانا عندي مسارات الهيموستيزيس ايه؟ عباره عن البليتليت والكواجليشن فاكتورز. فهبدا في كفيرست لاين في البليتليت فقط باني اعد البليتليت كاونت بس، ده هيكون او ما يخص الفيرست لاين بالنسبه للبليتليت. طب بالنسبه للكواجليشن، والله هنشوف الكواجليشن لو انا عايزه اشوف المسار بتاع الكواجيليشن، فانا عندي اكسترنسك باث واي، عندي انترنسك باث واي، عندي كومن باث واي، عايزه افحصهم. فقالوا والله ان اشوف تيست يفحص كل باث واي من دول. فقالوا خلاص نعمل البروثرومبين تايم كفحص الاكسترنسك باث واي، الاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم كفحص الانترنسك باث واي، والثرومبين تايم كفحص للكومن باث واي، والفايبرينوجين اسي ده كفحص للفايبرينوجين. ويبقى ده الفيرست لاين اوف انفستيجيشن اللي هو كده حاولت اشمل كل الكومبوننت المشتركه في الهيموستاسيس واعملها تقييم اولي بالفيرست لاين ده. اكوردنج بقى للنتائج الفيرست لاين ده اشوف الابنورمالتي هتكون في اي باث واي، ابدا اعمل بقى ايه بعض السوفيستيكيشن او بعض الانفستيجيشن الاكبر من كده عشان احدد في اي جزء من الباث واي بالظبط الديفكت. طيب بالنسبه للسكند لاين، السكند لاين ده حاجات كتير قوي،
تستات كتير جدا طبعا، بيض خالص المكتوب حتى في الشاشة قدامنا دي، اكتر الموضوع اكبر من كده بكتير. اكوردنجلي نتائج الفيرست لاين، اكوردنجلي الابنورمالتي كانت في اي بارت من الكواجيليشن، ببدا افصص البارت ده بقى للخطوات اللي تحته وابدا لحد ما اوصل للديفكت في الهيموستيس. يعني الاسسمنت اوف فاسكولار ديس اوردر بيبقى اكتر مهمه الهيستوباثولوجي من الكلينيكال باثولوجي. بس يعني انا عندي برضو بعض التستات اللي ممكن تاسس الفاسكولار ديس اوردرز، نقولها النهارده ونتكلم عنها شويه ان شاء الله. فمن التستات ديت عندي تيست اسمه البليدنج تايم، وعندي تيست هو كلينيكال تيست ما هوش لاب تيست اسمه الهيس تيست، وعندي اني اخد زي ما قلنا البايوبسي من الفيسل وول. دي مش شغلتي انا ككلينيكال باثولوجيست، ده هتبقى شغله الايه الهيستوباثولوجي. فتعالوا نبدا نتكلم عن البليدنج تايم او بليدنج تايم تيست ك اسسمنت للفاسكولار ديس اوردرز. قبل ما نبدا طبعا نتكلم عن الليدنج تايم تيست ده، هنقول ان طبعا ده تيست كان قديم جدا، دلوقتي الناس ما بعتمدش عليه الى حد ما، يعتبر اوبسليت، رغم ان في بعض الاماكن طبعا لسه بتعتمد عليه تطلبه. فزي ما قلنا كده هو تيست قديم، في حاجات دلوقتي احدث منه كتير، في حاجات مور سنسيتيف مور ريبروديوسبل عنده عنه كتير، اقدر اعتمد عليها اكتر من البليدنج تايم. تعالوا نتكلم رفلي كده عن البليدنج تايم. عشان نتكلم على البليدنج تايم نفهم هو ايه، هو عباره عن ايه التايم اللي بياخده البانكشر او الووند او الجرح اللي موجود لحد ما لوحده يوقف البليدنج من غير اي تدخل خارجي. بحسب التايم ده. طب هو التايم ده مين اللي بيأثر عليه؟ التايم ده اللي بيأثر عليه اكيد البلود فيسل، لان هو ده اول ريسبونس للفاسكولار انجري، واكيد يليه على طول البليتلت. هما الاثنين دول المسؤولين عن السادن او الرابيد سيشن اوف بليدنج من الووند، حتى قبل ما تحصل بقى الكلوت بتاعه الكواجيليشن كاسكيد والكلام ده كله. فالبليدنج تايم ده هيتوقف على ايه؟ هيتوقف على الفاسكولار ستيت، على البليتليت كاونت وعلى البليتليت فانكشن. طبعا هو سيمبل تيست جدا، محتاجش فيه اكتر من شكاكه وستوبوتش ومش اكتر من كده، لكن هو في الواقع زي ما قلنا كده هو poorly reproducible، حاجة invasive، ان انا بعمل اشك العيان كذا شكة واشوف كذا وند. تاني بنكرر ان التست ده قديم جدا، تقريبا بقى obsolete، بس مش مطلقا يعني، لان زي ما قلنا ان في بعض الناس لسه بتorder التست ده. بس هناخد طبعا برضو عن الطرق بتاعته فكرة، عشان إذا طلب مننا أو تسألنا فيه في أي وقت نبقى فاهمين أو عارفين كويس الطريقة الصح اللي بتعمل بيها إيه. أول ميثود اللي هي ديوكس ميثود، دي عبارة عن إيه؟ دي بتعتمد على إني أعمل انسيجن حوالي 3 ملي متر في الإير لوب. قد إيه هو انفيسيف؟ بعد كده بمسك الاير لوب واعمل له ستريتش، واحسب التايم اللي هيقف البليدنج، هيقف البليدنج بعد قد ايه تقريبا. ازاي بقى بتدخل؟ انا ما بتدخلش خالص خلال التايم ده، الا في اني كل 30 ثانيه تقريبا بمسك فلتر بيبر وبمسح البلد بعيد عن الايدج اوف الووند. المفروض ان انا ما المسش الايدج بتاع الووند خالص، ما اعملش بريشر، ما اعملش سكويزنج، ما اعملش اي حاجه خالص، جاست ان انا بمسك الفلتر بيبر وبمسح بعمل بمسح البلد بعيد عن الايدج بتاع الووند، جاست كده ان الفلتر بيبر هي لوحدها بتمتص البلد من بعيد وخلاص على كده، ما بعملش اكتر من كده، واستنى لحد ما اشوف البليدنج سبونتينيوسلي كده هيقف بعد قد ايه
اول ما بيقف طبعا بكون شغاله طبعا الستوب واتش بتاعتي من ساعه ما شكيت العيان او من ساعه بقى ما عملت الانسيجن ده في العيان، اشوفه هيخلص بعد قد ايه على الستوب واتش بتاعتي. تقريبا النورمال بتاع التايم دوت ياخد من 1 إلى 4 دقائق. خلال الاربع دقائق دول بيحصل سبونتينيوس ستوبج للبليدنج، ده النورمال. نشوف الطريقه الثانيه اللي هي الايفز ميثود، اللي هي برضو انفيسيف جدا برضو. اللي هي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل عن طريق بجيب العيان واربط الكاف بتاع جهاز الضغط وارفع الضغط في الجهاز الضغط دوت، برفعه لحوالي 40 مليمتر مركي واسيبه 30 ثانيه. بعد 30 ثانية باخد بجيب الفور ارم بتاعت العيان وببدأ اعمل فيها 3 انسيجن بعيد عن بعضهم، كل واحد بعيد عن التاني بحوالي 1.5 سنتي. طب اعمل انسيجن ده قد ايه؟ في بيستخدموا في الطريقة دي تمبلت كده علشان يكون الانسيجن ده ليه ستاندردايزد لينث وديبث. وبعدين برضو نفس القصة، اني بستنى spontaneous cessation of bleeding باستخدام طبعا stopwatch، بحدد الوقت اللي حصل فيه stoppage of bleeding. برضو ما بتدخلش خالص الا اني بنشف بس بالفلتر بيبر زي ما قلنا، من غير ما المس الايدج بتاع الووند من بعيد خالص، بخلي الفلتر بيبر تشرب او تمتص البلود واحسب التايم بتاعي. المفروض ان يحصل ستوبج اوف بليدنج في وقت يتراوح بين 2.5 إلى 10 دقائق. ايه بقى الابنورمالتي اللي ممكن تعمل برولونجيشن للبليدنج تايم؟ طبعا اي مشكله في البليتليت كاونت، زي الاول بليتليت كاونت القليله يعني زي الثرومبوسايتوبينيا او ال ديسفانكشن بتاع البليتليت، البليتليت ديسفانكشن، او اذا كان في فاسكولار ديس. نشوف تاني تيست ممكن يقيم الـ او يعمل اسيسمنت للفاسكولار ديس اوردر، وهو الهيس تيست. والحقيقه برضو هو ده تيست بيتعمل في عياده البطن، برضو ما يتعملش في المعمل. تعالوا ناخد عنه فكره برضو كده، مع العلم برضو بانه تيست اوبسليت قديم، ما بقاش في حد بيستخدمه خالص. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي الهيس تيست ده. ده برضو بنربط جهاز الضغط، الكاف بتاعه بنربطه ونرفع الضغط فيه ل 100 مليمتر ميركوري لمدة 5 دقايق. طب ليه 100 مليمتر ميركوري؟ عشان يكون بين السيستول والدايستول، فيسمح بدخول البلد وما يسمحش بالارتجاع الفينس ريتيرن. طب ده يعمل ايه؟ ده يزود لي طبعا الانتراكابيلاري بريشر. طب انا ليه عايز ازود الانتراكابيلاري بريشر؟ علشان اشوف الديفكت، اضعف خالص او ازود الضغط جدا على الكابيلاري وول، فاشوف لو في اي ديفكت، في مشكله في الكابيلاري وول تظهر، لو في ديفكت في البليتليت تظهر. تظهر في صوره ايه؟ في صوره ان يحصل رابشر للكابيلاري دي ويحصل لي بتيكي. بعد الخمس دقايق بشيل الجهاز الكاف بتاع جهاز الضغط، بفكه واعد البتيكي اللي ايه اللي اتكونت في الخمس دقائق دول. الريفرنس رينج ان تتحول تتكون حوالي 5 بتيكي في مساحه تقريبا 5 سنتي. طبعا لو اكتر من كده طبعا دي ده ابنورمال ريزلت للتست. طب هو ايه اللي ممكن يتسبب في الابنورمال ريزلت دي؟ زي ما قلنا هو لسه هيتوقف على الفيسل وول وعلى البليتليت، فهو هيدي ابنورمال ريزلت لو في فاسكولار ديس اوردر او في ابنورمال بليتليت كاونت زي الثرومبوسايتوبينيا او في بليتليت ديسفانكشن كومبوننت في الهيموستاتيك سيستم، ونعمله اسيسمنت وهو البليتليت. انا الابنورمالتي المتوقع اني الاقيها في البليتليت يا اما كوانتيتيف ابنورمالتي يا اما كواليتيتيف ابنورمالتي. من ذلك الاسيسمنت اوف بليتليت في اللاب هيتضمن الاسيسمنت اوف الكاونت اوف بليتليت والاسيسمنت للكواليتي اوف بليتليت. كواليتي اوف بليتليت ده هتتضمن البليتليت مورفولوجي والبليتليت انديسز والبليتليت فانكشن. يبقى انا عشان اعمل لابوراتوري اسيسمنت للبليتليت بعد البليتليت
كبليتلت كاونت، بقيس بليتلت انديسز، بشوف المورفولوجي بتاع البليتلت في البلاد فيلم، وبعمل بليتلت فانكشن تيست اللي هي هتنقسم الى سكرينينج بليتلت فانكشن تيست وسبيسيفيك بليتلت فانكشن تيست. نبدا ناخد بقى نقطه نقطه من الاسسمنت اوف بليتلت او لابوراتوري اسسمنت اوف بليتلت، ونشوف اول نقطه الاسسمنت اوف بليتلت كاونت اللي طبعا بيتم عن طريق السي بي سي. من الحاجات طبعا كمان اللي بستفيد بيها جدا في الاسسمنت اوف بليتلت اني اشوف البلاد فيلم واشوف المورفولوجي اوف بليتلت في البلاد فيلم. طب ده ممكن ينفعني؟ ممكن ينفعني طبعا، لان ممكن عد البليتلت يديني ثرومبوسايتوبينيا، وفي الحقيقه البليتلت عند العيان طبيعيه جدا نتيجه لحاجه اسمها السودو ثرومبوسايتوبينيا اللي ممكن تحصل نتيجه طبعا الايديتا او نتيجه البليتلت اجريجيشن او نتيجه الساتيلاتيزم. فطبعا ده بيبان طبعا في البلاد فيلم، بيبان الاجريجيشن بتاع البليتلت، وبعرف ان الكاونت بتاع العيان نورمال، لكن في العيان عنده سودو ثرومبوسايتوبينيا. كمان المورفولوجي بتاع البليتلت بيفيدني ان ممكن يساعدني في بعض التشخيصات للبليتلت فانكشن ديس اوردر، زي حاجه اسمها الجراي بليتلت سيندروم اللي بيبان في البليتلت زي جوست لايك هايبوجرانيوليتد بليتلت. طيب من الحاجات برضو اللي هتنفعني جدا في اني اعمل اسسمنت للبليتلت حاجه اسمها البليتلت انديسز. البليتلت انديسز دي شويه ميجرز كده للبليتلت بجيبها من الاوتوميتد ديفايسز اللي هتقيس البليتلت او اجهزه السي بي سي. الميجرز دي عندي حاجه اسمها المين بليتلت فوليوم والبليتلت ديستريبيوشن ويدث والبليتلت ريت والبليتلت لارجر سيل ريشيو. تعالوا نشوف كده ايه ال مصطلحات دي معناها ايه. مين بليتلت فوليوم دي حاجه كده عامله زي الام سي في بتاع الار بي سيز، ده الافريج سايز بتاع البليتلت. طيب البليتلت ديستريبيوشن ويدث ده مقدار التفاوت في السايز بتاع البليتلت. البليتلت كريت ده حاجه زي الهيماتوكريت بالنسبه للار بي سيز اللي هي البرسنتج للاول بليتلت للهول للفوليوم اوف هول بلاد. يعني بقى بعمل برسنتج كده ما بين الفوليوم اللي بتشغله البليتلت للفوليوم اللي بيشغله الايه البلاد. طيب البليتلت لارجر سيل ريشيو دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن البرسنتج بتاعت البليتلت اللي الفوليوم بتاعها اكتر من 12 فيمتوليتر. طب تعالوا نشوف كده يفيدونا في ايه البليتلت انديسز دول. عندي حاجه زي الام بي في والبي دي دبليو اللي هو المتوسط حجم البليتلت ومدى التفاوت في احجام البليتلت، بيفيدوني في الديسكريميشن في بين اسباب الثرومبوسايتوبينيا. انا عارفه اسباب الثرومبوسايتوبينيا هي بتبقى سببها نقص في البرودكشن في البون مارو، يا اما في زياده في الدستراكشن في البريفيرال بلاد. في حالات الثرومبوسايتوبينيا اللي سببها نقص في البرودكشن بتبقى مصحوبه بلو ام بي في ولو بي في دبليو، لكن الحالات الثرومبوسايتوبينيا اللي بتبقى بسبب increased destruction في peripheral circulation هتكون مصحوبة بـ high MPV و high BDW. يبقى احنا كده خلصنا اول ثلاث نقط اللي هو assessment of platelet count و assessment of platelet morphology و assessment of platelet indices. نبدأ نشوف بقى platelet functions اللي حاملها في خطوتين. عندي خطوة screening للplatelet function وعندي خطوة specific test للplatelet function. فمن screening test للplatelet function نفس التستين اللي قلناهم قبل كده في الـ assessment of vascular disorders الـ bleeding time والـ his test، واحنا طيب تستخدم دلوقتي ما بقى لهمش قيمة طبعا دلوقتي جنب التستات الحديثة اللي ممكن تدي فايدة أكبر منهم، مش invasive زيهم، مش time consuming زيهم، more sensitive more correlated مع الـ bleeding بتاع العين.
زي ايه بقى؟ زي ايه سكريننج ممكن استخدمه في السكريننج للبليتلت فانكشن؟ حاجه اسمها البليتلت فانكشن انالايزر 100، ده جهاز كده بنعمل بيه سكريننج للبليتلت فانكشن. طب بقى ايه السبيسيفيك تيست للبليتلت فانكشن؟ عندي كده مجموعه تيستات اسمها بليتلت فانكشن تيست، وعندي تيست اسمه الكلوت ريتراكشن. طب ايه البليتلت فانكشن تيست؟ دي عباره عن ايه؟ مجموعه تيستات كده، في تيستات تقيس الادهيجن او تقيم الادهيجن اوف بليتلت، في تيستات تقيم الاجريجيشن اوف بليتلت، في تيستات تقيس الجرانيولار كونتنت والريليز اوف جرانيولار كونتنت من البليتلت، في تيستات تقيم البروستاجلاندين باثوي، في تيستات تقيم البليتلت كواجلانت اكتيفيتي. بعد كده عندي حاجه زي الفلو سيتومتري اللي ممكن يقيم كذا ميجر في البليتلت، كذا فانكشن في البليتلت، وعندي هاو تو ميجر بليتلت لايف سبان. تالت بارامتر في الهيموستاتيك سيستم نعمل له اسسمنت، نعمل اسسمنت النهارده للكواجيليشن فاكتور. ازاي بعمل اسسمنت للكواجيليشن فاكتورز؟ والله ليها طرق كتير، طرق كده نون سبيسيفيك، مش سبيسيفيك لفاكتور ديفيشنسي بعينه، وممكن ابحث بقى عن فاكتور بعينه واشوف الاكتيفيتي بتاعته واشوف واقيم الفاكتور ده. فالطرق اللي احنا بنعملها اللي هي اللي هي نون سبيسيفيك لفاكتور معين، اني بعمل ايه؟ بشغل الكواجيليشن كاسكيد من نقطه معينه، واقعد اراقب الكلوت لحد ما تحصل، واشوف التايم اللي هيحصل فيه الكلوتينج. لو كان نورمال ده معناه ان كل الفاكتورز اللي انكلودد في الباثوي من اول ما بدات التيست لحد الكلوت نورمال. لو في برولونجيشن ده معناه ان في ديفكت في اي منطقه بقى في الباثوي بتاعي اللي عديت عليه وانا عشان اوصل للكلوت. فين بالظبط؟ ما ببقاش عارفه بقى فين بالظبط، لكن كل تايم من دول بيبقى ليه باثوي معين. فلما بشتغل كذا تايم بكذا باثوي، ممكن بعمليات بقى الاستبعاد ان انا اعرف التايم ده كان نورمال، التايم ده كان برولونجد او كده، فاعرف اصغر المنطقه اللي هبحث فيها عن ديفكت، واقلل الفاكتورز اللي ممكن اعمل لهم اسي. طيب من التايمز بقى اللي احنا بنعملها دي عشان ايفالويت الكواجيليشن كاسكيد، بعض التايم زي البروثرومبين تايم، كواجليشن تايم، بارشال ثرومبوبلاستين تايم، اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، اكتيفيتد كلوتينج تايم، فايبرينوجين اسي، ثرومبين تايم. تعالوا نشوف الدياجرام اللي قدامي دوت، حاطط اللي اكتر 3 تايمز يعني بنستخدمهم في المعمل اللي هم البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم والثرومبين تايم، وحاطط على الكاسكيد الجزء من الكاسكيد اللي بيقيم بكل تايم. فتعالوا شوف كده، مثلا البروثرومبين تايم اللي هو رسمه بيه اللون اللبني ده، ده بادئ من اول خطوه في الاكس في الاكسترنسك باثوي لحد اخر الكومن باثوي. ده يبقى البروثرومبين تايم لو عملته هيقيم لي كل الاكسترنسك باثوي والكومن باثوي، بحيث انه لو طلع نورمال غالبا بيبقى الفاكتورز اللي مشتركه في الباثوي ده نورمال. لو طلع برولونجيت بيبقى عندي برولونجيشن وديفر في اي بقى نقطه من الخط اللبني ده. ببدا بقى ادور بطرق اخرى عشان اعرف ايه الديفكت كان فين بالظبط. كده الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين اللي هو معمول باللون البينك ده الباثوي اللي بيقيمه الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم او الاكتيفيتد كلوتينج تايم، ده بيقيم لي الانترنسك باثوي والكومن باثوي اللي هو ماشي عليهم بيه الخط البينك ده. لو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم نورمال، ده معناه ان الفاكتورز اللي مشتركه في كل الخط البينك ده كلهم نورمال. لو برولونجد بيبقى عندي ديفكت في اي نقطه او اي منطقه من الكاسكيد ده او من الباثوي ده،
وببدأ أدور بقى على أي نقطة بمور سوفيستيكيتد تيست بقى إن أنا أقدر أشوف فين الديفكت بالظبط في أي نقطة من الكاسكيد. الثرومبين تايم ده بيقيم الكومن باثوي أو آخر مرحلة في أو آخر خطوة في الكواجليشن، فهو بيقيم قدرة الفايبرينوجين على إنه يتحول إلى فايبرين. تعالوا بقى نمسك تيست تيست ونشرحه بالتفصيل ونشوف how to interpret ونشوف الفاكتورز اللي افكتين كل تايم من دول. نبدأ اول تايم بالبروثرومبين تايم. نرجع تاني للدياجرام اللي شفناه في الاول خالص ونفتكر تاني البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم اللي كان متخطط بالخط اللبني ده، وقلنا ده كان تايم بيقيم الاكسترينسك باثوي والكومن باثوي. الاكسترينسك باثوي اللي هو بيتلخص في ايه؟ في ان التيشو فاكتور يعمل اكتيفيشن للفاكتور 7، والكومن باثوي بيتضمن بقى الفاكتور 10، الفاكتور 5، الفاكتور 2 او البروثرومبين والفايبرينوجين. ايه النورمال ريفرنس رينج بتاع البروثرومبين تايم؟ والله البروثرومبين تايم الريفرنس رينج بتاعه ريجنت ديبندنت. يعني ايه ريجنت ديبندنت؟ يعني على حسب الريجنت اللي هشتغل بيه كل ريجنت ليه ريفرنس رينج. يعني لو بشتغل بيه رابيد ثرومبوبلاستين يكون الريفرنس رينج بتاعي تقريبا من 11 ل 16 سكندز. لو بشتغل بريكامبتنت ثرومبوبلاستين يبقى الريفرنس رينج بتاعي يكون من 10 ل 12 سكندز. يبقى هيختلف الريفرنس رينج بتاع التايم اكوردنج لي الايه الريجنت اللي انا استخدمته او نوع الثرومبوبلاستين اللي انا استخدمته في التست. نيجي بقى لقراية النتيجة بتاعة التست. بصراحة من البروثرومبين تايم بقدر أوصل لمعلومات كتيرة قوي، منها البروثرومبين تايم نفسه كسكنز، ومنها what's called بروثرومبين concentration، ومنها البروثرومبين ريشيو، ومنها الانترناشنال نورماليزيشن ريشيو أو اللي احنا بنقول عليه الاي ان ار. طب ايه بقى الاسباب اللي ممكن تعمل لي برولونجيشن للبروثرومبين تايم؟ والله اي حاجه هتاثر لي على الفاكتورز الانكلودد في الاكسترينسك باث واي لحد الكومن باث واي لاخر الكومن باث واي هيعمل لي برولونجيشن للبروثرومبين تايم. من اشهر الاسباب اللي بتاثر على البروثرومبين تايم الاورال انتي كواجلانت طبعا، والفيتامين كي ديفيشنسي باسبابه كلها. الأورال أنتي كواجلانت ده أنتي فيتامين كي، إن شاء الله لما ناخده نشرحه بالتفصيل هو أنتي فيتامين كي، فبيأثر على الفيتامين كي ديبندنت فاكتور اللي هم فاكتور 2 فاكتور 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10 و7 و9 و10. فأكتر ما يتأثر بالأورال أنتي كواجلانت البروثرومبين تايم. كذلك الفيتامين كي ديفيشنسي بنفس المنطق هيطول لي البروثرومبين تايم. الهيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن هو برضو فيتامين كي ديفيشنسي هيطول لي البروثرومبين تايم. مالابزوربشن سيندروم هيسبب لي برضو في فيتامين كي ديفيشنسي ويطول لي البروثرومبين تايم. ليفر ديزيز سبيشال لو في اوبستراكشن الاوبستراكتيف جوندس هتمنع البايل ان يوصل للانتستينال تراكت وهتمنع برضو الابزوربشن بتاع الفيتامين كي فيطول لي البروثرومبين تايم. اي ديفيشنسي بقى فاكتور انكلودد في الباثوي ده هيطول لي البروثرومبين تايم. طبعا من الحاجات اللي بتعمل مالتيبل فاكتور ديفيشنسي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجلوباثي هيطول لي، طبعا ده بيطول كل الكواجليشن تايمز منه من ضمنهم البروثرومبين تايم. اي ديفيشنسي في اي فاكتور من اول فاكتور 7 لحد فاكتور 10 لحد فاكتور 5 البروثرومبين الفايبرينوجين كل اي ديفيشنسي في الفاكتورز دي هتطول لي البروثرومبين تايم اجليشن تايم. الايفالويشن تايم دوت بيعمل ايفالويشن لاي منطقه من الكاسكيد بتاع الكواجيليشن، بيعمل ايفالويشن للانترنسك باثوي والكومن باثوي. الباثوي اللي هو ماركت بالخط البينك ده
اي حاجه فيها تيشو فاكتور تيشو اكستراكت هحاول اتخلص منها قبل ما ابدا التست، فبتخلص من 2 مللي من البلاد قبل ما اجمع العينه بتاعتي، واغير السرنجه واسحب عينه تانية اقسمها في 3 انابيب. انا ايه الغرض بتاعي ان انا بعمل تيست ده؟ انا عايزه اعمل كونتاكت اكتيفيشن، ده الهدف بتاعي في التيست ده، فلازم احطها على رف سيرفيس. فالانبوبه اللي هسحب عليها هتكون جلاس تيوب. جلاس تيوب ليه؟ علشان الجلاس ده رف سيرفيس هيعمل اكتيفيشن للكونتاكت سيستم. اسيب بقى الثلاث انابيب دول في درجه حراره 37، احاول ما اعملهمش اي شيكينج خالص، ما احاول ما اعملش اي تدخل مني اطلاقا. كل دقيقه هروح على اول انبوبه واروح اعمل لها ايه، اميلها كده زي ما انا شايفه، اشوف حصل الكلوت ولا لا. كل دقيقه هعمل الموضوع ده لحد ما الاقي اول دقيقه حصل فيها كلوتينج، اول انبوبه حصل فيها الكلوتينج. بعد كده بمسك تاني انبوبه برضو اعمل لها مونيتورنج بنفس الطريقه دي لحد ما يحصل فيه تاني انبوبه كلوتينج. بعد كده بشوف تالت انبوبه لحد ما يحصل فيه تالت انبوبه الكلوتينج. اول ما يحصل كلوتينج في تالت انبوبه ده هريكورد التايم على انه الكلوتينج تايم او الكواجيليشن تايم. طب ليه انا عملت كده؟ والله اصل انا كده قللت الشيكينج جدا في تالت انبوبه، لان انا ما بداتش اشوف تاني انبوبه الا ما اول انبوبه اتجلطت، ما بداتش اشوف تالت انبوبه الا ما تالت انبوب ما تاني انبوبه اتجلط، فكده قللت الشيكينج جدا في تالت انبوبه. زائد ان تالت انبوبه دي هيكون فيها المينيمم اماونت من التيشو اكستراكت، وهو المطلوب علشان مش عايزه اي ستيميليشن للاكسترنسك باثوي. التايم اللي هحصل عليه ده هيكون الايه، الكواجيليشن تايم. الريفرنس رينج للكلوتينج تايم او الكواجيليشن تايم بالطريقه دي من 6 ل 11 دقيقه. قلنا في الاول التست ده انسنسيف، ما بقدرش اعتمد عليه، هو جاست سكريننج فقط، لكن هو انسنسيف ما اقدرش اعتمد عليه لو انا شاكه في مايلد فاكتور ديفيشنسي. فايه بقى اللي اثر لي على نتائج الكواجليشن تايم او كلوتينج تايم؟ اي بقى فاكتور ديفيشنسي في الباثوي بتاع من اول الانترنسيك باثوي لحد اخر الكومن باثوي. فاي فاكتور ديفيشنسي بقى فاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 8 فاكتور 9 فاكتور 10 فاكتور 5 فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين او فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين، كل دوت هياثر لي على على الكلوتينج تايم. بس زي ما قلت كده لازم يكون سيفير ديفيشنسي للفاكتورز. يعني تقريبا احنا قلنا كده تقريبا كل الكواجليشن فاكتورز ما عدا الفاكتور 7. طب ايه كمان يعمل لي ايه اللي يعمل لي بقى السيفير ديفيشنسي ده؟ حاله مثلا دي اي سي فيها كونسبشن لكل الكواجليشن فاكتور، فيها سيفير ديفيشنسي لكل الكواجليشن فاكتور، حاله سيفير ليفر ديزيز، حاله ماسيف ترانسفيوجن حصل بيها دايليوشن للكواجليشن فاكتورز، او عيان ماشي على هيبرين. كل الحاجات دي تطول لي الكواجليشن تايم. بارشل ثرومبوبلاستين تايم، يبقى انا كده بعمل ايفالويشن للانترنسيك باث واي والكومن باث واي. الاقي بقى الريفرنس رينج للتايم ده اصبح كام بقى؟ اصبح من 26 ل 40 سكندز. فايه بقى اللي اثر لي على نتائج بارشل ثرومبوبلاستين تايم؟ فاكتور ديفيشنسي في الباث واي بتاع من اول الانترنسيك باث واي لحد اخر الكومن باث واي. فاي فاكتور ديفيشنسي بقى فاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 8 فاكتور 9 فاكتور 10 فاكتور 5 فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين او فاكتور 1 اللي هو الفايبرينو الفاكتورز. يعني تقريبا احنا قلنا كده تقريبا كل الكواجليشن فاكتورز ما عدا الفاكتور 7. طب ايه كمان يعمل لي ايه اللي يعمل لي بقى السيفير ديفيشنسي ده؟ حاله مثلا دي اي سي فيها كونسبشن لكل الكواجليشن فاكتور، فيها سيفير ديفيشنسي لكل الكواجليشن فاكتور، حاله سيفير ليفر ديزيز، حاله ماسيف ترانسفيوجن حصل بيها دايليوشن للكواجليشن
فاكتورز او عيان ماشي على هيبرين. كل الحاجات دي تطول لي الكواجيليشن تايم. يبقى انا كده عملت ايفالويشن للاكسترنسك باث واي بالبروثرومبين تايم، وعملت ايفالويشن للانترنسك باث واي ب سواء بقى الكلوتينج تايم او البارشال ثرومبوبلاستين تايم، الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم والاكتيفيتد كلوتينج تايم. يلا بقى نعمل ايفالويشن لنقط تانية في الكاسكيد او مناطق تانية في الكاسكيد، ونعمل ايفالويشن للفايبرينوجين. طيب النورمال رينج بتاعي يبقى من حوالي من 1.8 الى 3.6 جرام بير لتر. ايه بقى اللي ممكن يقلل الفايبرينوجين بالطريقه دي؟ ان انا اقيس الفايبرينوجين فيطلع قليل، او بمعنى تاني ان التايم يطلع طويل. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ طبعا لو في مشكله في الفايبرينوجين، سواء المشكله دي كوانتيتيف او كواليتيف، يعني ايه؟ يعني سواء الفايبرينوجين قليل ديفيشنت، او في مشكله في الكواليتي بتاعه الفايبرينوجين، يعني عندي ديس فايبرينوجينيميا. الثرومبين تايم بقى هستخدمه كده في ايه من اللي احنا قلناه دوت؟ فهمت كده اني هستخدمه في ايه؟ هستخدمه في اني اشوف اي انهيبيتوري سبستنت تمنع تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين، سواء كان فايبرين ديجريديشن برودكت او كان هيبرين، او ايفن كانت المشكله في الفايبرينوجين نفسه زي الهايبوفايبرينوجينيميا، الافايبرينوجينيميا، الديسفايبرينوجينيميا، او ايفن الهايبر فايبرينوجينيميا. طيب النورمال رينج بقى بتاع التايم قد ايه؟ المفروض يكون من 15 الى 19 سكندز. طيب نشوف ايه بقى اللي ممكن يعمل برولونجيشن للثرومبين تايم. احنا قلنا خلاص بقى ايه هو هيقيم ايه؟ تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. اي حاجه بقى هتمنع تكوين الفايبرينوجين، تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين، هتطول لي الثرومبين تايم. يعني ايه؟ يعني نقص الفايبرينوجين او عدم وجود الفايبرينوجين زي حالات الاي فايبرينوجينيميا، الهايبوفايبرينوجينيميا، الديسفانكشن اوف فايبرينوجين اللي هو الديس فايبرينوجينيميا، الليفر ديزيز. يعني مش هندخل في الليفر ديزيز دلوقتي، هو ازاي بيمنع بقى تكوين الفايبرينوجين؟ فايبرين اولا في الليت ستيج اوف الليفر ديزيز الفايبرينوجين هيكون قليل. تاني شيء الليفر ديزيز من اسباب الديس فايبرينوجينيميا اللي برضو بتبوظ تركيب الفايبرينوجين. طبعا الدي اي سي ككونسومشن للفايبرينوجين زائد وجود الفايبرينوجين او الفايبرين ديجريديشن برودكت اللي هو بيمنع برضو تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين، ده كل ده هيعمل لي برولونجيشن للثرومبين تايم. قلنا الهيبرين احنا عاملين تيست ده اصلا عشان نعمل مونيتورنج كمان للهيبرين، فالتيست ده وقت بيتاثر جدا بالهيبرين. بنعمل ازاي اسيسمنت للفايبرينوليتيك سيستم؟ حاجه من اثنين، يا اما بدور على البرودكت بتاع الفايبرينوليتيك سيستم واشوف تاثيره الفعلي في انه يوجد برودكت، يا اما اني ادور على الكومبوننت بتاعه الفايبرينوليتيك سيستم واقيسها اخبارها ايه. طيب البرودكت زي ايه؟ هو نتائج تكسير او نتائج الفايبرينوليتيك سيستم، نتائج شغله ايه؟ تكسير الفايبرينوجين والفايبرين. يبقى الاقي النتائج دي زي ايه؟ زي الفايبرينوجين اند فايبرين ديجريديشن برودكت، زي الجي دايمر، زي اني اعمل اقيس الوقت اللي بيحصل فيه اللايسيس ده او التكسير ده زي الاي جلوبولين لايسيس تيست، او اني اشوف تاثير الفينوس اوكلوجن على الاكتيفيتي بتاعه الفايبرينوليتيك سيستم بالفينوس اوكلوجن تيست. طب اعمل ميجرمنت للكومبوننت بتاعه الفايبرينوليتيك سيستم زي ايه؟ زي ايه الكومبوننت دي؟ زي البلازمينوجين، بلازمينوجين اكتيفيتور، بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور، والانتي بلازم. تعالوا كده نبدا نشوف البرودكت بتاعه الفايبرينوليتيك سيستم. نشوف اول تيست منهم اللي هم الفايبرينوجين اند فايبرين ديجريديشن برودكتس. طريقه بقى لاتكس اجلوتينيشن، الايزا، هيماجلوتينيشن، حاجه اسمها كلامبنج تيست كده بستخدم فيها سيرتن سترينز من ستافيلوكوكاي بيحصل لهم كلامبنج مع الفايبرينوجين مع الاف دي بيز.
النورمال رينج بتاع ال FDBs يبقوا أقل من 10 UG بالمللي. ايه الحالات اللي ممكن الاقي فيها زياده في السيرم ليفل اوف اف دي بيز؟ ممكن طبعا يزيد في حالات الدي اي سي نتيجه طبعا انا عندي ديسيمينيتد كواجيليشن بيتبعه فايبرينولايسيس، والفايبرينولايسيس يولد الاف دي بيز، او عيان بياخد ستريبتوكينيز ثيرابي. طبعا برضو الستريبتوكينيز دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن فايبرينوليتيك اكتيفيتور، هي اكتف الفايبرينوليتيك سيستم ويخليه يكسر الفايبرين والفايبرينوجين ويطلع لي اف دي بيز. في حالات الثرومبوزيس اللي هيتبعها برضو فايبرينوليتيك اكتيفيتي، في حالات المايوكارديال انفاكشن اللي هو نوع من انواع الثرومبوزيس، كمان بتزيد في حالات السيفير نيمونيا وبعد الميجر سيرجريز. كده خدنا فكره سريعه جدا جدا عن اللابوراتوري اسيسمنت اوف فايبرينوليتيك سيستم، شفنا ازاي ممكن نقيس البرودكت بتاعه الفايبرينوليتيك سيستم، ممكن نقيس الكومبوننت اوف فايبرينوليتيك سيستم. اشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.